عليكم ومرحبا بكم برنامج عائلة ضاد. عائلة ضاد. عائلة ضاد. عائلة ضد عائلة، هو جوج ديال العائلات كل واحدة كتكون من ربعة ديال المتسابقين، غادي يدوزوا من ربعة ديال التحديات وجوج ديال المسابقات الثقافية، أسئلة وأجوبة. المطلوب من المتسابقين اللي هما العائلات أنهم يحصلوا على أكبر عدد ديال النقاط باش يفوزوا بالجوائز ديال البروفيسور. ودابا كما العادة غادي نستقبلوا أذكى رجل في العالم واللي هو أينشتاين المغرب. ليديز أند جنتلمان، ميدامز ومسيو، سيداتي وسادتي، مستر بروفيسور. سي بروفيسور كيداير انت؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ انا الحمد لله سي اسماعيل. وانت؟ انا خويا شويه ضربني البرد. اييه غني سمعت الصويت ماشي هو هذاك اليوم، بغيت نخوي البرد وجا فيا ديريكت. اي 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 شوف شوف اعطيني شي بحاطيني. كتعرف تغني؟ انا والو ناقص. شهيتك تغني في هذا الصويت. واخا غادي تغني لك واحد الاغنيه ام كلثوم حارت فيها. يلا زيد. مدرستي الحلوة، مدرستي الحلوة، فيها الناس فيها النينة، قولوا معنا يلي تحبونا، صح يا مدرستي أمي الحنونة. يا سلام اسماعيل. سيدي ولات عندك البحادين اجت عتابوا. تبارك الله. سي بروفيسور كاين شي تحديات جداد، شي مسابقات؟ كل شي موجود، كاين الحماق وكاين الهبال بحال ديما. شكرا سي بروفيسور، كنصفقوا عليه الله يخليكم. دابا غادي تعرفوا على العائلات اللي مشاركين معنا في المسابقات. العائلة الأولى ونشوفوا. الاسم ديالي زماري فاطمة. أيوب حنابو. الاسم ديالي حسناء حنابو. أنا حليمة. جيت لهاد المسابقة باش نعيش هاد الأجواء ديال المغامرة والتنافس. جينا لهاد البرنامج الحب ديالي للتحدي. اختاروني العائلة ديالي باش نساعدهم بهاد المسابقة خصوصا في المجال الفني. الى تاعي باش نعيش هذه الاجواء الممتعه، كيف ربحنا كيف خسرنا. كيدير لاباس عليكم؟ الحمد لله. انتم بخير؟ الحمد لله. مستعدين للتحديات؟ مستعدين. والمسابقات؟ مستعدين. عرفنا بنفسك وبالناس اللي معك. ايوب فاطمة حسناء حليمة. تشرفين ومرحبا بكم. مرحبا بك. وليا انت رئيس جمعية. فهمني رئيس جمعية ديالاش، اش كديروا؟ رئيس جمعية باسم الجميع سماي فور اول اللي كاينه في الباج ديالنا الفيسبوك. هذه الجمعية ديال الاعمال الخيرية، الفئة المستهدفة هي اطفال الشوارع، مرض السرطان، ديور العجزة، النساء الارامل اللي ما عندهم حتى سالير باش يعيشوا. كنتقدموا واحد المساعده، ومن المنبر كنشكر الاصدقاء ديالي اللي معايا في الجمعيه اللي هما الروح والقلب ديال الجمعيه. سلام. دابا غادي ندوزوا للعائله التاليه ونتعرفوا على شوفوا. زين المدن من مدينه اكادير. المدن محمد ريسبونسابل كاليتي. نقرا في مستوى 9. شبراوي حاتم. كانت الفكره ديالي باش نشارك في البرنامج ديال عائله ضد عائله، وعجبتني الفكره وجيت باش نشارك. المهمه ديالي رياضه باركور. نظرا للحب الاستطلاع والثقافه العامه اللي كانت تميز بها، اختاروني العائله ديالي باش نشارك في المسابقه وباش نعاونهم ان شاء الله نفوزوا على شنا. أزول في اللون؟ أزول. من زكين؟ لاباس الحمد لله. تفجيجت؟ تفجيج. تهنى الوقت؟ الحمد لله. تنميرت باهرة؟ إيه زين. الله يحفظك. عارفين بنفسك وبالناس اللي معاك؟ معكم زينة المدن، جات مع محمد حاتم إبراهيم. مرحبا مرحبا. الله يبارك فيك. قولي لي أش كديري في الحياة؟ أنا تكنيسيان أون ديسان دو باتيمون. خدامة مع كابيني داركتيكتور. واخا، شحال درتي ورا الباك؟ درت مور الباك عامين ديال لانسيتو سوبيريور دو تكنولوجي ابليكي. واخا لا خديت الدبلوم ديال هاد الشعبه هادي. واخا كنصفقوا على عائله المدن الله يخليكم.
دابا غادي نشوفوا شنو هو التحدي الاول اللي غادي يدوزوا منه العائله بجوج. سي البروفيسور تفضل. مرحبا سي اسماعيل. الله يبارك فيك. مرحبا بالعائلات. الله يحفظك. التحدي الاولاني نعم سيدي هو عندنا واحد البسكليتات مفكوكين لهم الروايض البنوات. العائلات خاصهم يحاولوا يجمعوا لنا ذوك الروايض ولكن يجمعوهم على حقهم وطريقهم. الجنطه في بلاصتها، الشومبريك في بلاصتو، كلشي في بلاصتو. بارك الله عليك السي البروفيسور. بالنسبه للتحدي الاول كما قال لكم البروفيسور عندكم دقيقه و30 ثانيه. عندنا رويضات ديال البشكليط، يعني كاين الجانطا، كاين البلو، وكاين هذاك اللي معاه. خاصكم في ظرف دقيقه و30 ثانيه تصوبوه كما هو. صافي. بالنسبه لعائله حنابو شكون غادي يتكلف بهذه المهمه؟ حسنه. عائله المدن محمد. محمد. ودابا غادي نشوفوا شنو هو التحدي الاول وكيفاش غادي يديروه العائله بجوج. بقاو معنا. التحدي الاول ديال البروفيسور حسنة ومحمد المطلوب منكم انكم تصوبوا هذيك الرويضه. كاين الشومبرير، الجانطا والبلو. شوف خاص داك الشيء يدخل كامل، حتى حاجه ما تبقى خارجه من الجناب ولا شي حاجه، يعني تصوبوها 100% تكون مقاده. هذا واقيلا غادي يساعدك حسنة. تفضلي سي محمد. شكرا. اللي الاولاني اللي غادي يصوب هذه الرويضه عنده ثلاثه ديال النقاط، الاخراني غياخذ صفر نقطه. صافي. اللي كينتهي الاول المهمه ديالو ثلاثه ديال النقاط. دقيقه و30 ثانيه. اوكي مستعدين؟ مستعدين. غادي نشوفوا تما ونديروا الموسيقى ديال الكونسنتراسيون. مسك بروفيسور تفضل. تقوى جوج انا با. ما كملاتش. انت راه صوبتي دخلتي هذاك الشومبرير ولكن ما دخلتيش البنو. باقي ما كملتش. وفي هذه المرحله كان خصك تستعملي هذيك. معليش كنصفقوا عليهم. الله يخليكم. رجعوا بلايصكم. ميرسي. النتائج بالنسبه للتحدي الاول اللي هو خاصهم كانوا يصوبوا لنا الرويضه ديال البشكليط على حقه وطريقه. عائلة حنابو صفر نقطة. عائلة المدن صفر نقطة. ودابا غادي ندوزو لأول مسابقة ثقافية، مسابقة الأسئلة والأجوبة، مسابقة كتعلق في المغرب، أسئلة على المغرب. مسابقة كويز بلادي. بقاو معنا. دابا غادي ندوزو لأول مسابقة ثقافية، مسابقة كويز بلادي، أسئلة كتعلق بالمغرب.
غادي يظهروا امامكم على الشاشه الست ديال المواضيع، لكم الاختيار، ولكن شكون اللي عنده الحق في الاختيار؟ نورمالمون حنا كان اللي كيفوز في التحدي السابق هو اللي عنده الحق في الاختيار الاولاني، ولكن حيت عندنا تعادل فغادي نحسب من ثلاثه حتى لواحد، الاولاني غيضغط على الزر هو اللي عنده الحق في الاختيار. مستعدين؟ حيد يديك على البزور، حيد يديك على البزور، غادي نحسب بشويه. مستعدين حنبو؟ مستعدين المدن؟ ثلاثة جوج واحد. عائلة حنبو هما اللي كيضغطوا على الزر، كنصفقوا عليهم. لكم الاختيار في الموضوع اللي بغيتوا. فن، جغرافيا، تاريخ، فن، شخصيات مغربية، عادات وتقاليد، عادات غذائية، كتختاروا فن. السؤال الأول، كنذكركم بالقانون ديال المسابقة، كنطرح السؤال وكنعطي معاه اقتراحات، ثلاثة ديال الاقتراحات. إذا ضغطتوا على الزر قبل ما نعطي اقتراحات ما كنقولهمش. كتضغط على الزر كتعطينا جواب غلط كندوزوا للعائلة الأخرى. عطيتونا جواب غلط أنا اللي كنقول جواب صحيح. صافي؟ كل جواب صحيح يعتبر نقطة. مستعدين؟ راه دابا السؤال لكم نتوما بجوج. أتونسيون، الأولاني اللي كيضغط على الزر هو اللي عنده الحق في الجواب. الفن، شكون هو الفنان الذي اشترك في فيلم كراهية؟ كراهية الفرنسي سنة 1995، واش هو؟ جمال دبوس، قاد المالح، ولا سعيد تقماوي؟ عائلة حنابو، الجواب ديالكم هو؟ جمال دبوس. غلط. عائلة المدن؟ قاد المالح. غلط. سعيد تقماوي. سؤال نمبر 2، كيقول السؤال شكون هي الفنانة من بين هاد الفنانات اللي تعرفت بغنائها بالإنجليزية والفرنسية والأمازيغية؟ واش هي؟ سميرة سعيد، ولا هدى سعد، ولا هندي زهرة؟ عائلة حنابو. هدى سعد. غلط. هندي زهرة. عائلة المدن. هندي زهرة. صحيح. شكون هو البطل فيلم عودة الابن؟ المخرج هو أحمد بولان. واش يونس ميغري، حسن ميغري، محمود ميغري، إجري ميغري؟ ميغري. عائلة حنبو اللي ضغطوا الأولانيين على الزر وهو يونس ميغري. صحيح. هذه جواب فين؟ كان غير السرعة. يلا دابا غادي ندوزوا لعائلة أمودن، تفضلوا لكم الاختيار في الموضوع اللي حبيتوا. عادات غذائية. عادات غذائية. تمازيرت. كتعرفي تعشات؟ لا. بوفي؟ تاكولا؟ تاكولا. أسكيف؟ أسكيف. عادات غذائية. كنفهم شوية في هذاك الشيء ديال شي الحياة. أوكي، السؤال الأول يقول، تصنطي لي دابا، صنط. الشرشمة، الشرشمة أكلة عبدية تعد عند ظهور السن الاول للطفل، شنو هما المكونات ديالها؟ كسكسو الشعير والقطاني، كسكسو الشعير والتفايه، كسكسو الشعير والحليب. عائلة حنابو. كسكسو الشعير والحليب. غلط. عائلة المدن. نقول لكم الاقتراحات اللي بقاو. الشعير، كسكسو الشعير والقطاني، كسكسو الشعير والتفايه. كسكسو الشعير والقطاني. صحيح. إلا عرفتوا شي جواب ما تسناوش، واخا ما نقولش اقتراحات، إلا كنتوا متأكدين منه غير ضغط على الزر، ما فيه مشكل. أوكي. الزرودية هي خيسو، لفت، ولا القرعة الخضراء؟ عائلة حنابو. القرعة الخضراء. غلط. عائلة المدن. عائلة. خيسو ولا اللفت؟ الزرودية بالانجلي ذا زرودية. اللفت. غلط. خيزو اللي مزيان العينين. اوكي. ما هو اساس اكله كران الشرقيه؟ عزيزه عليها بزاف، كناكلها في وجده. تفضل عائله المدن. الحمص. صحيح. عمرك دقتيها؟ ديما. فين كليتيها؟ الشرق. واخا ما خصكش كثر منها. علاش؟ اوكي. عائلة حنبو تفضلوا لكم الاختيار في الموضوع اللي حبيتوا. عادات وتقاليد. جيوغرافي، تاريخ. عادات وتقاليد.
عادات وتقاليد. هيني قدامي نيت. يا الله. رقصة هوارة تقليدية لأي منطقة كتنتمي. هوارة يا شطحة. سوس ولا الشمال ولا الشرق؟ سوس. عائلة المدن. سوس. صحيح. يعني أفوس أفوس. أوكي. الشمار هو قطعة نسائية تتكون من القيطان أو المعدن. أش كتزين؟ الكتاف، ذراعان، عائلة حنابو. كتف. صحيح. ماذا نسمي العادة التي تعتمدها بعض المدن والقرى في إخفاء العروس يخبيوها عن العريس من أجل إيجادها؟ يخبيوها تاخو خصو يقلب عليها. هاد العادة اش كتسمى؟ تراوغ، الخطيف ولا التقلاب؟ عائلة المدن. الجواب الأول اللي هو التراوغ. نعم. جواب صحيح. ما درتيهاش في العرس ديالك؟ لا لا. عائلة المدن تفضلوا. شخصيات مغربية. شخصيات مغربية. دكتورة رجاء الناجي. دكتورة رجاء الناجي المكاوي هي أول سيدة تقود قطار ولا أول سيدة تلقي درسا حسنيا ولا أول سيدة تصبح وزيرة مغربية؟ عائلة حنابو. تلقي درس خطابي حسن. صحيح. سبلا ويسبل ولا عارفة؟ تسبيلا. تسبيلا ما في مشكلة. يلا. من هو الفارس المغربي الذي برز اسمه بشكل كبير في السنوات الأخيرة والذي فاز بالعديد من الجوائز المغربية والدولية؟ عبد الكبير والدار، عبد الكريم والدار، عبد الرحيم والدار. غادي نمشي والدار. عائلة المدن. عبد الكريم والدار. عبد الكريم والدار. غلط. 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 عائلة حنابو. عبد الكبير والدار ولا عبد الرحيم والدار كما تيقول البروفيسور؟ عبد الكبير والدار. عبد الكبير والدار صحيح. ولكن عطيتك ضروة دكوش قلتي لعبد صافي بين تسبيلا. شكون هو المغربي الذي يشغل منصب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن؟ شحال مزروبة. واش هو؟ جمال بن عمر ولا طارق بن عمر ولا كريم بن عمر ولا قالغي بن عمر؟ عائلة المدن. طارق بن عمر. غلط. عندك تقول الخراني قالغي. كريم بن عمر ولا جمال بن عمر؟ كريم. غلط. جمال بن عمر. سي البروفيسور عندك شي معلومة على سي جمال بن عمر؟ أيه أستاذ. تفضل. سي جمال بن عمر هو مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون في 1 غشت 2012، هو اللي كان تعين لقيادة الوساطة بين النظام اليمني وشباب الثورة. يا سلام. شكرا. هذيك يسهل على التصفيقات الله يخليك. دابا غادي نشوفوا شنو هما النتائج بالنسبه للمسابقه الاولى كويز بلادي. هي اسئله كانت كتعلق على المغرب. عائله حنابو 4 ديال النقاط، وتمازير عائله المدن 5 ديال النقاط. دابا غادي ندوزوا للتحدي نمبر 2، التحدي الثاني. سي البروفيسور تفضل فسر لنا شنو هو التحدي الثاني ديالك. اييه اسمع اسماعيل. تفضل. غادي يكون عندنا واحد المانكان. واحد المونيكا كبيره. غادي يكون واحد من العائله خاصو يحاول يلبسها، ولكن كيفاش؟ خاصو يمشي لواحد الحوض ديال الماء لابيسين. ياخذ لي زاكسوسوار ديالو ويطلع فوق الطابي غولو عادي يلبس المانكا. سمعتوا واش قال لكم البروفيسور؟ غادي شي شويه صعيبه. طابي غولو غادي ياك لي زاكسوسوار كاينين في واحد الباسان، كتهز كتطلع فوق طابي غولو وكتلبس هذاك المانكا في ظرف دقيقه و30 ثانيه. من سيتكلف
بهذه المهمة بالنسبة لعائلة حنبو. فاطمة. فاطمة. فاطمة بلاش يبقى يبلاص مستعدة فاطمة إن شاء الله. يا سلام. عائلة المدن شكون غادي يتكلف؟ إبراهيم. إبراهيم أوكي دابا غادي ندوزو للتحدي نمبر 2 وبقوا معنا الله يخليكم. أنا با حاجة بحاجة إبراهيم حاجة بحاجة وحدة بوحدة إبراهيم قبل ما يسالي الوقت تبارك الله عليك صفوا على إبراهيم الله يخليكم سي إبراهيم كي جاك التحدي واش سهل ولا صعيب؟ سهل واش سهل سهل بزاف؟ سهل بزاف كاع لواش كتم غادي دابا خدام بالعكوسيه ما صعيبهش شويه حيت واحد مولف كيتمشى بحالك ولكن باش يتم غادي بالعكس انا مولف داك الشيء مولف داك الشيء اسمعي اسمعي لونترينمون اش كدير في هذا لونترينمون؟ رياضة باركور باركور السي البروفيسور اشنو بغيتيني؟ اسمعي ما بقاتش مدام فرانسواز ولات مدام الشعيبية اللي كتبين الحقيقة سيدي عبد الرحمن السي البروفيسور نعم استاذ حضري لي ابراهيم راه قال لك يدير الباركور ديك الرياضة ديال كينقزوا من السطح للسطح وكينقزوا كيبقاو يتلاحوا من الكاتريم للتروازيام حتى شوف تعرف دير لينا السالطو نعم نديرو يلاه تكحز هنايا اتنسيون لاحظوا معايا الله يخليكم سيرتش رضا عبد شكرا تبارك الله عليك هي 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 دابا جا الدور ديال عائلة حنبو فاطمة هل أنت مستعدة؟ إن شاء الله قوم معنا دابا غادي نشوفوا عائلة حنبو وفاطمة دابا غادي ندوزو لعائلة حنبو فاطمة تعرفي انت ديري داك السالطو؟ لا لا ما تعرفيش نعرف ديال المسمن فاطمة دقيقة و30 ثانية إن شاء الله خاصك تلبسي داك المانكان كاينين الحوايج تما تحت الكواري مستعدة دقيقة و30 ثانية بطبيعة الحال كل حاجة كتلبسيها تعتبر نقطة إن شاء الله مستعدة إن شاء الله سي البروفيسور تفضل تقوى جوج هاك الفكاجة حاجة بحاجة فاطمة حاجة بحاجة حاجة بحاجة فاطمة Voilà. Allez, papa, maman.
عندك مع كل شيء تبارك الله عليك. فاطمة غنسمعوا فاطمة الله يخليكم. فاطمة هل كانت المهمة صعبة؟ شيئا ما. شوية ياك، شنو اللي صعيب فيها دابا؟ هاد التجري هادي ما عمرني ركبت فيها. ياك، ولكن واش زعما حيت كتمشي بالعكوسية ولا هي غادا بالزربة؟ غادا بالزربة ما عارف شنو، ما عمرني درتها. تبارك الله عليك فاطمة، رجعي بلاصتك تصبحوا على الله يخليكم. اوكي غادي نشوفوا النقاط. النتائج بالنسبة للتحدي الثاني ديال البروفيسور عائلة المدن، ثلاثة ديال النقاط. عائلة حنبو فاطمة أربعة ديال النقاط. تحدي زوين. دابا غادي ندوزو السباق ديال 120 ثانية، مسابقة ثقافية جديدة، ابقوا معنا. دابا غادي ندوزو السباق 120 ثانية، مسابقة ثقافية جديدة، كنطرح لكم أسئلة، خاصكم تعطيوني الأجوبة صحيحة. كل عائلة عندها جوج ديال الدقائق، جوج ديال الدقائق، كنعطيو الطوب. ثلاثة جوج واحد وكنبدا نسول، خاصكم تعطيوني أكبر عدد ديال الأجوبة صحيحة، إلا ما عرفتي شي حاجة قول جو باس. صافي؟ المواضيع كتظهر أمامكم على الشاشة، أعطيونا المواضيع. رياضة، سينما أند تلفزيون، ثقافة عامة، رسوم متحركة، لو آداب أند ذا ميوزيكا. اللي عنده الحق في الاختيار هو الفائز بالتحدي السابق. فاطمة ما نساوش هذاك الشيء اللي درتي، تبارك الله عليك. عائلة حنابو لكم الاختيار، تفضلوا. اي غير تما دابا غادي هذاك البزور نساوه. كنطرح الاسئله كتعطيو لي الاجوبه صحيحه. تفضلي دوك اختيار، تفضلوا نتوما كاملين. اغاني، اغاني. بالنسبه لهذا الموضوع ديال الاغاني، الدي جي كيدير لكم اغنيه، كنقول 3 2 1، الدي جي كيطلق اغنيه، تسناوها حتى تسالي. تسناوني فاش كتسالي، انا كنطرح السؤال، تسناوني حتى نطرح لكم السؤال، شكون اللي كيغني ولا العنوان ديال الاغنيه. صافي مستعدين؟ إلا ما عرفتوش شي حاجة قولوا أمر، إلا شكيتوا فيها نتسناكم شوية عليكم. نوركوا الهديات. أوكي.